أنا توظفت في الديوان الأميري أيضا في سنة 6 7 في 68 أظن، نعم 68 الشؤون إدارية ومالية في ذلك الوقت. يمكن حظي أن اللي موجودين كلهم أصدقاء، كبير المرافقين الله يرحمه سالم الحمود صفي في غرفته صف غرفتي، وهذا صديق يعني أسافر معه وأرجع. الوكيل العرادي نعم صديق معي، ورئيسنا الله يرحمه خالد الأحمد، يعني كنا شلة تقريبا في نفس الوقت. فوجودي كان في الديوان تعلمت منهم في الزيارات الرسمية، في اللقاءات البروتوكولية اللي تحصل في الديوان الأميري، فوايد كسبت خبرة فيها.